بعد ما دخلت بياناتي مظبوطة وعملت تسجيل دخول، الصفحة دي ظهرت أمامي. يعني تقييم مدير المدرسة معمول، تم أهو. طيب ملف الإنجاز، المعلم بيقول لي لم يتم البدء، لسه ما بدأتش نعمله. هنضغط فين؟ إعداد ملف الإنجاز. طيب أدي ملف الإنجاز أهو، كم سؤال؟ 10 أسئلة. هنعمل إيه بقى في كل الأسئلة دي؟ طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو هام للإخوة المعلمين عن إزاي نعمل ملف إنجاز المعلم، إزاي نخش على الأكاديمية المهنية للمعلمين ونجاوب على 10 أسئلة ونعمل حفظ لملف الإنجاز. طبعا أول شيء هندخل على الأكاديمية المهنية للمعلمين، انا في صفحة جوجل الرئيسية اهو، انا هنكتب الاكاديمية المهنية للمعلمين، اهي رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين مثلا كنت كاتبها اهي. طبعا انت هنا هتبدأ تناحي اهو، تدخل فين؟ تدخل في مواقع ويقول لك الرابط هون، تضغط عليه يوديك في مكان تاني. لا، انا هنحط لك رابط صريح يوديك على الاكاديمية المهنية للمعلمين على طول، وده هيبقى في صندوق الوصف اللي هو موجود اسفل الفيديو. انا هنخش على الاكاديمية المهنية من الرابط الصريح اهو، يبقى ان الرابط اللي هنحطه لك في صندوق الوصف اسفل الفيديو هتضغط عليه تلاقي نفسك في الصفحه دي. نخلي بالنا بقى من حتت مهمه جدا، اذا لقيت الصفحه بالمنظر ده يبقى مش دي الصفحه اللي تخش منها انت كمعلم وتسجل بياناتك. ليه؟ لان هنا مكتوب لي هنا اسم لو انت كتبت اسم المستخدم ورقم المسلسل وكلمه السر هيقول لك خطا وتسجيل الدخول. ليه؟ لان ديت بيانات المسؤول عن الاحصاء سواء كان في المدرسه او في الاداره او المديريه. امال هنجيب البيانات اللي نخش بها كمعلم منين؟ هنضغط على ده معلم التربيه والتعليم، تبدا تظهر لي دول بقى، هي دي اللي انا هخش منه. وفي نفس الوقت اذا ظهر لي دول وكنت انا مسؤول احصاء في المدرسه مش هينفع نخش من هنا، امال هنجيب الرابط التاني منين؟ نبدا نضغط، بص هنا مكتوب ايه؟ المديريه الاداره المدرسه، نبدا نضغط على تسجيل الدخول من هنا، هتظهر لي دي كده. انا داخل دلوقتي كمعلم. طيب بيانات العاديه اللي هي كود المعلم والرقم القومي وكلمه السر، يفضل طبعا اننا نخلي اللغه انجليزي عشان الرقم السري، هي الكود والرقم القومي مش مشكلة، وكلمة السر فيها سر كويس ومعظم الناس بتجد مشاكل في تسجيل الدخول. طيب أنا هنسجل طبعا كود المعلم والرقم القومي، ودايما بنكتب من الشمال لليمين، وبعدين نبدأ نكتب كلمة السر كويس بالراحة ونبدأ نضغط تسجيل الدخول. طيب كلمة السر ايه المشاكل اللي بتواجهني فيه؟ بتواجهني الصفر والاو، يعني غالبيتنا بيبقى مش عارف هل ده صفر ولا او، نعرفهم من بعض ازاي؟ انا مغير اللغة انجليزي اهي اهي. طيب هنوريكم انا في، طبعا مش هينفع نكتب في خانه كلمه السر عشان هنا هتبدا ايه؟ تبقى مخفيه مش هتبان. لو انا هنكتب صفر، ادينا هنكتب صفر اهو، هنوريكم منظرها وايه الفرق بينها وبين الاو. وادينا ضغطت كلمه او،
بس بان الفرق اهو. الصفر بيبقى مطاول كده وطويل، بينما الاو بتبقى مدوره. يبقى اذا لقيت في كلمه السر دايره مدوره بالظبط دايري، يبقى ديت او. لو لقيتها مطاوله كده يبقى اعرف ان دي صفر. انا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنكتب بياناتي وهنرجع لحضراتكم. طيب انا دخلت بياناتي وضغطت دخول، بيبدا تاني تظهر لي الصفحه دي بتقول لي ترقي معلم التربيه والتعليم. يبدا ندخل البيانات تاني، فهنبدا ندخل البيانات ونعمل تسجيل دخول ونرجع لحضراتكم. بعد ما دخلت بياناتي مظبوطه وعملت تسجيل دخول، الصفحة دي ظهرت أمامي. يعني تقييم مدير المدرسة معمول تم تم أهو. طيب ملف الإنجاز المعلم بيقول لي لم يتم البدء، لسه ما بدأتش نعمله. هنضغط فين؟ إعداد ملف الإنجاز. طيب أدي ملف الإنجاز أهو. كم سؤال؟ 10 أسئلة. طيب بقول لي نعمل ايه بقى في كل الاسئله دي؟ طبعا الاجابه عليها اسئله ان شاء الله، اسئله بسيطه وهي مش موضوعنا اكتر. يعني انا كان موضوع الفيديو اصلا ازاي نخش وازاي ايه المشاكل اللي ممكن تواجهني، وبعد ما نخلص ننزل ملف الانجاز ازاي ونحفظه ازاي ونطبعه ازاي. طيب اول سؤال بقول لي اذكر برامج التدريبيه التي حصلت عليها مع وصف اوجه الاستفاده من احد هذه البرامج. هنضغط على اي مكان اهو، او نضغط على الزائد ده. هنبدا نكتب البرامج اللي انا اتدربتها في الفتره البينيه من الترقيه اللي فاتت لحد هنا، 1 2 3 بالتواريخ. وبعد ما نخلص نعمل حفظ، يبقى دي ما فيهاش مشكله. طيب الملف الثاني، نشاط قمت بتصميمه لتبسيط عملية التعليم والتعلم في مجال تخصصك. يعني أنا صممت شيء، مثلا على سبيل المثال قمت مثلا بعمل ملف باوربوينت لشرح المقرر مثلا، وإذا كان عندي جهاز الداتا شو مثلا هنعرضه عليه. ادي ملف قمت به بتبسيط عملية التعليم والتعلم. قمت بتصميم وسيلة تعليمية هتفيدني في اداء عملي. مشاركتين لك مع المجتمع المحلي المحيط بمدرستك. انا لو في مدرسة تعليم فني، ايه اللي هنشاركه؟ انني مثلا لو في قسم مثلا زي قسم الصناعات او قسم الالبان، مشاركتين لك مع المجتمع المحلي المحيط بمدرستك. قمت مثلا بصناعه المربات والليمون المعصر وحاجات كثيره جدا في المدرسه، بحيث الاهالي بيشتروها باسعار رخيصه وفي نفس الوقت الجوده عاليه. ايه كمان؟ ممكن الناس الاهالي تجي لي تسالني في المدرسه، تسألني عن ازاي نصنع دي، مشاكل واجهته في صناعة معينة تنحل ازاي. مثلا مشاركتك في حل مشكلتين، مشكلات التي تواجه المجتمع المدرسي. طبعا اهم مشكلتين بتواجه الطلبة في المدرسة اللي هي مشكلة الغياب، دي نمرة واحد. حلتها ازاي؟ من خلال مثلا حصة الريادة مثلا، من خلال عمل ندوات للطلبة، قمت بحسهم على عدم الغياب وتوضح لهم طبعا ان الطالب الغياب طبعا هيكون له دور في ان ممكن الطالب ينفصل، ونبدا نوضح الفرق بين نسبه 75% للحصص العمليه ونسبه 85% لعدد الحصص ككل في المدرسه، بحيث الطالب ان ممكن في الاخر المشاكل اللي تواجهه يحرم من دخول الامتحان. مشكلة طبعا مثلا التنمر او مشكلة العنف، ونوضح للطلبة ان هم اخوة،
وان الطالب طبعا لو تعرض لزميله ولا غيره طبعا ممكن يعرض للمساءله القانونيه، وان الطالب ده طبعا ده ليه اهل ما هو جاي من فراغ وهكذا. ادي مثلا اي مشكلتين ممكن تواجه المدرسه. مشكله مثلا تاخير الطلبه في حضور طابور الصباح، وحسيتهم انت على عدم الغياب باعتبار طبعا طابور الصباح جزء من اليوم المدرسي وبتعرض فيه اشياء مفيده هتفيده. ده غير انه ممكن طبعا يتاخد الغياب في الطابور ويبقى ضاع عليه اليوم. طبعا افضل طالبين قمت بالتدريس او بتنفيذ نشاط في مجال عملك بالنسبه افضل طالبين قمت بالتدريس او بتنفيذ نشاط في مجال عملك بالنسبه للاخصائيين او مناء المكتبات. طبعا افضل طالبين انت هتذكر اتنين طلبه مثلا كانوا طلبه مميزين سواء في النواحي العمليه او في النواحي العلميه، ومثلا الطلبه ديت مثلا في التعليم الفني حصلوا على مجموع وكملوا مثلا في كليات معينه او في معاهد او في غيره، هتذكر اسم طالبين من كراسات المكتب اللي معاك. افضل كتاب او بحث قراته في مجال تخصصك. طبعا في مجال ماديه اللي انا بندرسه هنذكر اسم كتاب مثلا حصلت عليه من مكتبه المدرسه وقمت بقراءته وطبعا فادني في مجال عملي كمدرس وكلام من ده، وتعرفت منه على بعض الفنيات وبعض الاشياء اللي مش موجوده طبعا في كتاب المدرسه واستعنت بها في التدريس. احد نقاط القصور في مجال اداء مهامك كمعلم. طبعا احد نقاط القصور مثلا لو انا في مدرسه تعليم فني مثلا عدم توفر المعامل الكافيه او عدم توفر الاجهزه، عدم توفر وسائل الايضاح اللي انا ممكن نستخدمها واللي تبسط عملي، ارتفاع نسبه الغياب بالنسبه للطلبه وبالتالي بتعوق عملي برضو في الفصل. نشاط تدريسي قمت به مع طلابك من خلال توظيف تكنولوجيا التعليم. أنا تكنولوجيا التعليم يعني معناها أنا عندي مثلا ممكن يكون عندي إنترنت متصل بالكمبيوتر في حجرة الدراسة استعنت به في إن أنا نوري الطالب، وخاصة مثلا بالنسبة لمادة الحاسب الآلي يدخل على الإنترنت إزاي وإزاي يجمع معلومات عن موضوع معين. مثلا عندي في قسم تاني ولا في اي قسم عندي جهاز الداتا شو وحضرت الدروس على هيئة باور بوينت شرائح واستخدمتها في الشرح، عندي جهاز مثلا اوفر هيد بروجكتور عملت شرائح واستخدمتها في الشرح، عندي وسائل عديدة جدا من الوسائل التكنولوجية الحديثة يعني مش تباشيرة ولا سبورة وقلم وخلاص، هنذكر كل اي حاجه اتعرضت لي. طيب اذكر مثال تطبيقي في ماده تخصصك او طبيعه مجال عملك بالنسبه اذكر مثال تطبيقي في مجال تخصصك يعني حاجه انا طبقته مثلا من خلال دراستي لو في مدرسه عمليه مثلا في ورشه او في معمل ولا غيره قمت بصناعه معينه او تربيه مثلا الدواجن ولا غيره، عرفت الطلبه ازاي بنعمل المشروع ده وازاي نطبقه وازاي ممكن ننفذه في البيت عندي بطريقه بسيطه وبطريقه فنيه وكلام ده كله. السؤال العاشر موقف مهني قدمت فيه توجيه وارشاد لاحد زملائك. انا لو مدرس قديم ومشرف على الماده طبعا بنتابع المدرسين وبنخش لهم في الفصول، وبالتالي المدرس بيشرح امامي وبنشوف الايجابيات بنوضحها له وان دي نواحي كويسه. نواحي سلبيه مثلا المدرس تعرض لها اثناء شرحه في ادارته للحصه في سيطرته على الفصل، كل النواحي السلبيه ده هي بنوضحها للمدرس اللي هو الاحدث مني ونوري له ازاي يحل هذه النواحي. بنكتب باختصار في كل نقطة من دول انا هنخلص بقى الملف ده من 10 اسئلة
وبعد ما نخلصهم هنوري حضراتكم هنعمل ايه عشان نطبع الملف في الاخر. طيب انا خلصت مثلا البرامج التدريبيه اللي حصلت عليها، بعد ما كتبتهم وخلصتهم هنضغط على كلمه حفظ ونخلي بالنا بقى. اهو تم حفظ اجابه السؤال الاول بنجاح. اذا طلعت من البرنامج يبقى المتصفح الوضع انا ما كانش مظبوط، نرجع نسجل من جديد تاني عشان نعرف ان دي اتظبطت اهي، تم حفظ الاجابه بنجاح. كل ما تخلص سؤال وتضغط حفظ يقول لك تم حفظ اجابه السؤال بنجاح، يبقى انت كده ماشي مظبوط. يبقى انا كده جاوبت العشر اسئله كده، ايه اللي هنعمله؟ بيقول لي اقرار اهو. المعلم مسؤول مسؤوليه كامله عن استيفاء بنود استماره ملف انجاز المعلم الكترونيا، وبعد الانتهاء والمراجعه يضغط على ايقونه حفظ وتسجيل ويتحمل كافة الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك، والمعلم مسؤول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيا من خلال متابعة صفحته باستمرار، حيث يتاح له إلكترونيا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به. طب نعمل إيه هاني بقى بعد ما خلصت كده؟ نضغط نهو، خلي بالنا أهي هنضغط موافق هنا كده. ما أنا لو ما عملتش كده ما عملتش حاجة. وبعدين نضغط على ده هي ملف الانجاز للجهه المختصه للتقييم، نضغط هنا جدا. بيبدا يقول لي ايه؟ بيقول لي هل تريد بالتاكيد انهاء ملف الانجاز وارساله للتقييم؟ وخلي بالنا بيقول لن تتمكن من التعديل بعد ذلك، للتاكيد هنضغط نهو. لو انت عاوز تعدل في اي شيء عدل قبل ما نضغط هنا تاني. مجرد ما ضغطت هنا خلاص بقول لي ملف انجاز المعلم بقول لي تم الانتهاء واخضرت اهي. كل اللي هنعمله بعد كده هنضغط على ايه؟ طباعه ملف الانجاز كده. هتبدا تظهر لي الصفحه دي كده، نعمل ايه؟ انا ممكن هنضغط، طبعا هنضغط على الايقونه دي بتاعه الطباعه دي كده، وبعدين نجي ضاغط على الاكسبورت ده. بص كده ايه اللي حصل، نزل لي الملف هنا، نزل لي الصفحه بتاعت ملف الانجاز ملف بي دي اف. كل اللي هنعمله بقى انا عاوز نطبع منها نسخه، هنطبع بالمنظر ده، نضغط على ايقونه الطباعه وعلى حسب الطبعه اللي عندي هنختارها، اذا كان عندي اكتر من نوع ونضغط برنت هينطبع الملف. او انني ممكن نعمل برنت سكرين للصفحة دهي. منين؟ نضغط على الثلاث نقط دهم. ودي كمعلومة برضه لو عاوز نعمل برنت سكرين من غير ما نضغط على برنت سكرين من لوحة المفاتيح. نضغط على الثلاث نقط دهم اللي في شريط العنوان بتاع المتصفح ده. وشوف بص في الاخر بقول ليه، بقول خذ لقطة شاشة بالمرة كمعلومة. نبدأ نضغط بالفارة شمال كده ونسحب وننزل كده لحد ما ننزل لآخر الصفحة كده اهي. طب بعد ما عملت كده بقول لي ايه؟ بقول لي انسخ ولا نزل؟ لا انا هنقول له نزل لي الملف اهو، نزل لي الملف برضه عادي خالص اهو، هنا كانها كصوره. يبقى كان عن ازاي نعمل ملف الانجاز بتاعي ليا كمعلم، وايه المشاكل اللي ممكن تواجهني فيه، وقلنا وخاصه رقم السر بالذات. وبعد ما نخلص بنعمل طباعة ملف الإنجاز عشان نسلم منه نسخة لمسؤول الإحصاء في المدرسة. أتمنى الموضوع يكون أفاد حضراتكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سبسكرايب. طيب بعد الضغط على اشتراك ما تنساش نضغط على الجرس ثم الضغط على إعجاب أو لايك ثم مشاركة الموضوع أو شير، وجزاكم الله خيرا.